هي عملت لك صحن رز بندورة رح تاكل اصابيعك ورا. تسلم ايدك يا امي. بتحب تعميك يا مو؟ لا شكرا باكل لحالي. مثل ما بدك حبيبي. الله يخلي لنا اياكي. ولا يهمك يا ابني، لا تنزعج، ما صار شيء. والله يا قلبي تعبت من هالحالة، تعبت كثير. 3 سنين و5 أشهر وانا على هالحالة. الحوش بهالتخت. ايدي ما عم بحسن حركها ورجلي التنتين ما لي حاسس فيهم. أنا شو عملت يا أمي؟ شو عملت لربي؟ يا رب. يا رب دخيلك. أمي أنا كنت هيك. بسيطة يا ابني، بسيطة يا حبيبي، كل شدة وبتهون. لا أمي لا، إلا مصيبتي ما لها دواء. كل الحق علي، يا ريتني ما فيقتك هديك الليلة ويا ريتني ما خليتك تسافر. لا تلومي حالك يا أمي، لا تلومي حالك، هذا نصيبي من الله. أنت ما دخلك بنوب. طيب شو رأيك تقبلني تطلع تكفي غداك بأرض الديار؟ لا أمي معلشي، ما عاد لي نفس، بس بتحسسني تغلي لي كاسة شاي؟ ايه على راسي، تكرم عينك حبيبي. يلا هاي كرسيك، بتحب ساعدات؟ لا 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 امي لا، يسلم ايديك. يا رب. رايح اجيب شوية سكر من عند ابو صبري، مشوار الطريق ما بتأخر. طيب معك مصاري امي؟ لا تاكل هم امي، دبر حالي. ما بيمشي الحال هيك يا ام رشيد، حسابك كبر كثير، بعدين صار لك شهر ونص ما دفعتي قرش واحد. والله يا ابو صبري راحوا كل المصاري، اجري الدكاترة وحق دواء. وأنا شو علاقتي بالموضوع يا أم رشيد؟ حقي وبده يوصلني. يا أخي اصبر علي كم يوم، بركي بقدر أعطيك شي دفعة. ومنين بدك تقدري تدبري الدفعة؟ إيه أنت ما بتحسني تشتغلي، ورشيد من يوم عمل الحادث ما بيحسن يشتغل شي. طيب بس شي كيلو سكر، الله يخلي لك أولادك، رشيد كتير مشتهي على كاسة شاي. ولك يا أم رشيد افهمي علي بقى، الله يخليكي، أنا سمان على قد حالي ونص رزقي ديون بقلب العالم وما حدا عم يوفيني، بقى دليني على طريقة أخدمك فيها. ليش وقفتيني هالمرة؟ مشان رشيد. لا إله إلا الله، علمت الله على القصة. شو بده رشيد؟ ما كنت أخلص من قصصكم بقى؟ اسمع مني يا أبو فهد، الله يرضى عليك، يعني بيهون عليك تاكل رشيد لحم وترميه عظم؟ صار له أكتر من 6 سنين عم يشتغل عندك وبحياته ما أكل عليك قرش واحد، بقى هالإخلاص والأمانة ما قالن قيمة عندك؟ اسمعوا هالحكي، ليش أنا قصرت معه؟ لك هي عطيته 15,000 ليرة، هذا غير إجرة تصليح السيارة اللي ضربها. صحيح، وما منقول لا، وكتر الله ألف خيرك، بس أنت وعدتنا عند المحامي تعطينا 60,000.
إيه مرحبا محامي، أهلين 60,000. الله وكيلك عم بشتغل ليل نهار والسيارة ما عم طالع مصروفها. لا خدي هاي 300 ليرة دبري حالك فيهم. لا ما حزرت، خليهم بعدك مو لازمين لي. يلا يا أخونا تأخرنا بقى، بدنا نمشي. يلا ماشي. كاني بدلك هالأساور والسلاسة بعطيكي قطعة طليانية بتمزع العقل. وصلتني مبارح. هو أنا مليت منهم بصراحة، وخاصة إنهم جايين هدية، وأنت بتعرف كيف ذوقي. طبعاً ولو. بقى شوف لي قديش بيسوا، بعدين نحكي بالقطعة اللي بدي أخذها. هدول هلأ بشوف لك قديش بيسوا. هدول بدهم يقطعوا معنا بشوف 170,000 ليرة، لأنه معلومك الذهب غليان شوي بالأيام. يعطيك العافية يا أبي. أهلا وسهلا. الله يخليك. شوف لي الخاتم شو بيسوى. صدقيني أنا ما بتعامل بالفضة، ما بعرف، بس يعني مو كتير خاتم محرز. وين بقدر لاقي ناس يشتروه؟ ما عندي فكرة، بدك تدوري. طيب شوف لي هذا غير عليك. لحظة ترجيني اياه. تفضلي. حلو، ما بوشين باخذوا الخادم اللي عنا. وقديش بدك حقهم؟ والله يا بنتي ما بعرف قدي اعطيها. يعني على تقديري مو اكثر من 400 ليره. منيح مثل ما عم يقولوا سيارتي. ماشي الحال يا بنتي. تفضلي هي اطعمة. ايه مدموزيل، بالنسبة للقطعة الطليانية اللي رح اعطيك اياها يعطيك العافية يا أخي. الله يعافيك يا أختي. مري ما يأمر عليك ظالم، زكاة عيونك في حواليك أوضة للإجرة. لا والله يا أختي مو شغلتي هالشغلة. بعدين أنت شو جابك على الحارة المنتوفة؟ خليها لالله. قال شو جبرك على المر؟ قال له الأمر. هذا ابنك؟ لا والله، ابن ابني. أبوه طلق مرته من شي 3 سنين وسافر على ليبيا حتى يشتغل، وانقطعت أخباره عني. وأمه زتت لي إياه وراحت تزوجت. بقى الله يخليك، إذا سمعت لي عن شي أوضة للإجرة لا تنساني. طيب هلا أنت وين ساكنة؟ ساكنة مع قرايبتي بأوضة بعيدة ناحية البساتين، بس قال البلدية بدها تهدها. وشلون بدي أشوفك لك؟ أنا كل كم يوم بمر عليك. امشي تيتي، امشي. عطيني كيلو سكر. جبتي مصاري؟ جبت، لا تخاف. هاي 200 ليرة، طاع حق السكرات وخلي الباقي دفع على الحساب. بس هيك بيبقى عليك شي 700 ليرة. بعرف يا أخي، والله بعرف. يا أمو رشيد، أنا حابة استشيرك بشغلة، يا ريت اللي رأيك فيها. خير شوفي. يا أمو شو رأيك نأجر أوضة من البيت؟ مستفد لنا بكم ليرة. طيب يا أمي، ما البيت كله غرفتين، أنت ساكنة بوحدة وأنا بوحدة. مو مشكلة، بأجر أوضتي. وأنت؟ رح أسكن معك بنفس الأوضة إذا ما بتتضايق مني. أعوذ بالله أمي، أنا أتضايق منك؟ بس قصدي ما رح تكون صعبة عليك شوي؟ والله يا ابني ما في قدامنا غير الحل، لأنه البواب كلها سدت بوشنا. صحيح رح نتضايق شوي، بس رح نستفد لنا بكم ليرة نعيش منه. طيب يا أمي، مين هاد اللي رح يرضى يعيش معنا بهالبيت؟ ناس مثل حكايتنا، درويش. يا حجي. صباح الخيرات. شو ملحقتين لليوم يا أم جميل؟ عبايتين بس. تعبايتين؟ والله يا حجي هالصغير عم يربطني،
بعدين مثل ما بتعرف انا عايشه مع قرايبتي والمسكينه عندها 5 اولاد، بقى شلون بدي اشتغل بسرعه؟ بسيطه، طولي بالك، بتهون ام جميل بتهون. حجي دخيل عينك، بدي اطلب منك سلفه لقدام اذا ما بصير سلفه. قديش بدك؟ 1000 ليره. تكرم عينك. تفضل. بس ما قلتي لي لشو بدك يا هال1000 ليره؟ استاجرت غرفه واليوم بدي انتقل عليها انا والصغير. يعطيك العافيه حجي. بالهنا. خاطرك. مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك. مهونه. لا حول ولا قوه. لا حول ولا قوه. لك يا ولد بعد عن الزريعه. لك وين رايح؟ رشيد نايم هلا بتفيقه. فوت على الاوضه يا لطيف، شو حركته كتيره. شو بدي ساوي يا ام رشيد؟ ولده بده يلعب. عرفتي شي عن ابوه؟ لا والله يا ام رشيد، هي على الحساب، مضى 3 سنين وما بعرف شي عنه، وما خليت حدا وما سالته. الله يعين كل حي على بلواه. اختي ام جميل، بدي اقول لك على شغله بس لا تنقذي مني. خير شو في؟ يعني عدم المؤاخذه، انت عم تتاخري علينا بدفع الاجره، وانت بتعرفي انه مالنا غير الله وهالاجره اللي ساترتنا. والله معك حق يا ام رشيد، والله انا ما بحب اقصر معك بنوم، بس الحاج توفيق صاحب الشغل مرضان، ولاده ما عم يعطوني شغل مثل ما بدي. لك وين رايح انت الثاني؟ وين رايح؟ هتجنني؟ اطلع عن قبر العب بالحاره. يلا توفيق. اعطاكي عمره؟ ليش ما قريتي ورقه النعوه؟ لا والله يا ابني ما بعرف بقرا. الله يرحمه، توفى امبارح بالليل، واليوم على صلاه الظهر جنازته. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمك يا حاج توفيق ويحسن اليك. انت كنت تشتغلي له عبي مو هيك؟ اي والله يا ابني، صار لي بعرفه 25 سنه. اذا بدك اعطيني اياهم وبس يفتحوا اولاده انا بعطيهم اياهم. امتى بدهم يفتحوا؟ يعني بعتقد بعد شي اسبوع. طيب يا اخي، قل له هدول العبايات من ام جميل اذا بتريد. على عيني وراسي. كتر خيرك. على عيني. علبة الدواء تبعك رح تخلص، لازم جيب لك علبة جديدة. والبيجامة اللي لابسها صارت كتير قديمة ومهرتكة. يا امي، من كتر ما عم روح وعم اجي، ولا من كتر الناس اللي عم تزورني؟ ما بصير يا امي، لازم اشتري لك بيجامة جديدة. اليوم بقبض من ام جميل اجرة الشهر وبنزل على السوق بشتري هالغرضي. ها يمكن اجي. يعطيك العافية ام رشيد. اهلين ام جميل. شو وينه نزار؟ اكل مشي نص ساعة ونام. ايه. شو؟ وين ام جميل؟ شو ما بدك تحاسبيني؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا ام رشيد. شو بدك تقليلي يعني؟ حش توفيق صاحب الشغل توفى الله يرحمه. ايه والمعنى؟ الله وكيلك لقيت الدكان مسكرة، ما اخذت قرش واحد. يعني امتى رح تقبضي؟ يعني شي جمعة زمان حتى يفتحوا اولاده بعد العزاء. مرحبا يا ابني. يا اهلا وسهلا. الله يرحم الوالد، شو كان طيب وآدمي. تعيشي. ما عرفتني؟ انتي ام جميل مو هيك؟ مزبوط ام جميل. بقى شو منشان الشغل؟ ما بدكم تسلموني عبايات؟ والله يا ام جميل بصراحة يعني انا واخواتي اتفقنا نغير المصلحة، بدنا نقلب المحل بوتيك ولادي. يعني ما عدكم تشتغلوا بالعبي والمزويات؟ شو عبي وما عبي يا ام جميل؟ الزمن عم يتغير، وبصراحة هالمصلحة كل ما عم تموت اول باول. طيب
وأنا؟ أنت شو؟ ما فهمت. شو بدي أشتغل؟ ما بعرف غير هالشغلة. يعني عفواً بس فعلاً ما بعرف شو بدي أقولك. طيب حواليك حدا يسلمني شغل مثل ما كان والدك يعمل الله يرحمه؟ طيب استني شوي. ألو مرحبا، كيفك أبو مروان؟ أنا طارق ابن الحاج توفيق. تسلم يا سيدي تسلم. أبو مروان في عندي مرأة آدمية وكتير شاطرة كانت تشتغل عند الوالد. عندك شغيل كتير؟ طيب بسيطة بسيطة. لا لا تسلم، شكرا لك أبو مروان، مع السلامة. ألو مرحبا أبو مصطفى، يعطيك العافية، أنا طارق من حج توفيق. تعيش تعيش يا سيدي. والله يا أم جميل أنا آسف، يعني شفتي كله عنده شغيلة. كتر خيرك يا ابني، ما قصرت ابني، شكرا. طب بس استني حتى أشوف لك حسابك. جميل انتي الشهر الماضي شغلة ب 3300 واخذ لحد هلا 4300، يعني زدنا معك 500. بتكون مني انا 500 ليرة؟ ام جميل هيك الحساب، بس مسامحة ولا يهمك. شلوني معك؟ كتر خيرك. معلش امي معلش، انتي طولي بالك عليها شوي، لا تضوجي. ولأمتى يعني؟ هاي صار لها شهرين ما دفعت. طيب هي منين عم تعيش؟ شو بيعرفني شو عم تبيع وشو عم تخبص وشو عم تعمل؟ هي القريضة تقرضه، مدري شو كسر نزال الحرب؟ فعلا عم يقطع هالعيشة بدي أعرف. شو عم بيلك نزار؟ وقع لي التناجر من على المجلة، إنه شو قلو بالتناجر اللي على المجلة؟ تركي من إيدك، قلت شو عم تعملي؟ روحي ضبي هذا العفريت. ولا؟ أنا كم مرة قلت لك ما تفوت على المطبخ؟ كم مرة؟ كم مرة قلت لك الله لا يوفقك؟ والله يا عم جميل هيك ما رح يمشي الحال معي بنوبها. فوت الابل فوت. وحياة عينك يا ام رشيد، ما بقى خليه يطلع من الاوضه فشخه وحده. انا مو مشان الصغير عم بحكي، انا عم بحكي مشان الاجره. هاي مضى شهرين وما دفعتي لي ولا قرش. شو طالع بايدي يا ام رشيد؟ الله وكيلك رحت حتى اشتغل لفايه ببيوت العالم وقلعوني. قال انت مره كبيره ما فيكي تطلعي على السلو. وانا شو ذنبي؟ انا اجرتك الاوضه لعيش من وراها انا وابني، مو حسنه عن روح امواتي. الحق معك، والله الحق معك، بس الله يخليك تطولي بالك علي شوي، طولي بالك. سمعت من هالحكي كتير وما عاد عندي صبر بنوب. الله وكيلك رح نجوع انا وابني، بكره من على بكره بتفضي لي الاوضه، سمعانه؟ طيب وين بدي روح انا والصغير؟ شو بيعرفني ليكو على هالسؤال ليكو؟ شو انا خلفتكم ونسيتكم؟ شوفي من على بكره يا بتفضي الاوضه يا بزتلك هالكم كركوبه بطريقها، فخلينا احباب واصحاب احسن. مرحبا يا اختي. اهلين يا اخي. عفوا شو عم تعملي انت والصغير والغراب نص الطريق؟ قلعوني اصحاب البيت من الغرفه اللي كنت مستاجرتها. لك العمى، شو هالاساوي هاي؟ شو هالناس هاي؟ يعني معقول يرموكي انت وهالصغير بنص الطريق مع الغراب؟ لك وين الرحمه؟ وين الشفقه؟ ليش طلعوكي من الغرفه اختي؟ قال لانه ما دفعت لهم الاجره. ما عم تدري تدفعي لهم الاجره؟ او اذا كان شو يعني؟ شو هالهم العظيم؟ الدنيا عسر ويسر. لك شو هالناس هاي؟ بخرت من قلوب الرحمه والانسانيه؟ لك اخ اخ من هالبشر اخ. لك بعد لك حبيبي تربي الموديل. شوفي يا خالي ليش قاعده هون لحالي؟ قلعوني اصحاب البيت من الغرفه اللي كنت مستاجرتها. العمى العمى على الحكي، معقوله يلعوكي انت هالولد الصغير؟ العمى بقلبه شو قاسين؟ شو ما في بقلوبه الرحمه؟ لك وين الانسانيه؟ وين العداله؟ وين المحبه؟ طب خالي هدول ليش قلعوكي؟ قال لانه ما دفعت لهم الاجره. العمى العمى على الحكي،
يعني انت خالي ما معك مصاري؟ منين يا حسره؟ صار لي 3 اشهر قاعده بلا شغل. شو صار يعني؟ واذا ما دفعتي لهم تخرب الدنيا؟ اخ على العالم اخ يا لطيف، العمى مو معقول، ما عاد في عنده لا زوج ولا ناموس. لك تبوع عليكم يا قليل اصل ولي عليكم. عفوا للسؤال، ليش قاعدة هون يا مدام؟ صحابين البيت طلعوني من الأوضة اللي كنت مستأجرتها. ورموكي بالشارع أنت والصغير؟ إيه والله يا أخي. العمى يضرب عيونهم ضرب، لك شو هدول برابرة ولا همج؟ معقول يرموا طفل مثل الوردة بالشارع؟ شايفة يا رشا؟ لك شايفة على هالشوفة؟ قسما بالله هدول بيستاهلوا الشنق. معقول هذا الحكي يا ناس؟ كيف طاوعن قلبن ورموكي بالشارع انت وهالطفل البريء؟ بعدين ليش طلعوكي من البيت بقى؟ والله يا بنتي لاني ما عم بدفع لهم الاجره، انكسرت على اجره شهرين ب3000 ليره. ليش من ايمت كانت المصاري كل شيء؟ يلعن ابو المصاري، مشان 3000 ليره بيرموكي بالشارع مثل الكلاب؟ اخ من هالناس المعقده. لك اخ اخ. مرحبا خالي. اهلين يا ابني. عبير عبير صوريني انا عم صفح. ايوه ايه خالي، بنقدم لك حالنا انا وزميلتي عبير، نحن صحفيين من مجله شوفوا المجتمع شوفوا، ونحن بالصدفه او بالاحرى بوسائلنا الخاصه درينا بمشكلتك وحابين نعمل معك لقاء حتى نفرجي مشكلتك القبيحة للناس بكافة شرائحهم. بقى مستعدة خالي؟ مثل ما بتريد يا ابني. ايه خالي، قبل كل شيء حضرتك عندك بيت؟ لك يا ابني لو كان عندي بيت كنت استأجرت هالأوضة عند الجماعة. طيب من سؤالي الأول رح اشتق سؤالي الثاني، حضرتك ليش ما عندك بيت؟ لأنه جوزي كان عايش عند أهله، قام باحصته لأخواته مشان يشتغل خضرجي، قام ما توفى، مات وما ترك لي بيت. الله يرحمه، فعلا شي بيزعل. طيب هلأ ليش قاعدة أنت والطفل الصغير بالشارع؟ قلعتني صاحبة البيت من الغرفة لأني ما عم ادفع لها الأجرة. أيها القراء الأعزاء، هنا مربط الفرس، المسكينة لا تستطيع دفع الأجار. طيب خالي، قديش بتقدري المبلغ المترتب عليكي؟ 3000 ليرة. شايفة يا عبير شايفة؟ منشان 3000 ليرة زدتوها لهالمسكينة هي والطفل بالشارع؟ فظاعة لقسوة القلب. قرائي الأعزاء، لقد كان لي فضل السبق الصحفي حين توقعت في مقالاتي السابقة انفراط الروابط الاجتماعية واضمحلال العلاقات الأسرية وتجمد العواطف الإنسانية بسبب طغيان المجتمع المادي ولهاتنا المحموم، ونحن نركض وراء الدرهم والدينار والدولار. ولا يسعني إلا أن أختم روبرتاجي هذا عن هذه الأسرة المرمية بلا شفقة على قارعة الطريق من أجل حفنة من المال، وبالكلمة المعبرة آخ آخ من هالظلم. لك آخ وألف آخ عندما يستشري بالنفوس. خالي مو بكرة، بعد بكرة بينزل ريبورتاجك بمجلتنا مع صورة للعفش ولحضرتك وللولد الصغير بالألوان كمان. يعني شو رأيك بهالمشكلة الاجتماعية؟
أكيد هذا هو موقع التصوير. طبعا أستاذ هذا هو اللوكيشن. مرحبا يا خانم. أنت المرأة الختيارة يلي رموها هي وحفيدة وعفشة بالشارع مشان الأجار؟ أنا. يا حسين بتاخذ لي أول شيء لقطة للحارة. للحارة هي والزاروب، وبعدين بتاخذ لي لقطة بان من اليمين لليسار للختيارة هي وحفيدة والغراب. يلا حبيبي يلا يلا روحي يلا. جاهز يا سامي؟ دقيقتين أستاذ. الله يرضى عليك يا حسين، بدي منك هلا تاخذ لي لقطات تفصيلية للغراب. ما بدي اياها سوفت حتى يبينوا الكونتراست، بدي الفقر والبؤس يبينوا فيها بشكل واضح. شايف هداك بوري صوبيا شلون مايل؟ اظهر لي ميلانه، بدي هالشي يظهر ويعطي معنى انه حظ هالانساني مايل ومسخم. شوف هداك البساط كيف كاحت ومنسل، بدي اياك تظهر خيوطه. حاضر سرس. يلا الله يرضى عليك. بعدين بدي منك زوم ان على العجوز، زوم ان ولقطات تفصيليه لوشها. بدي اخاديد الشقاء وحفريات التعب والنحس تظهر للمشاهد. بدي يظهر وشها مثل البردقانه الدبلانه يلي هرت على الارض ونشفت من الشمس. بدي ارمز بواسطه وشها للارض العطشه المشققه. جاهز يا سامي؟ جاهز استاذ. الله يرضى عليك. روح واقف هنيك جنب بوري صوبيا. بدي ارمز بواسطه الشحار تبع بوري صوبيا عن سوداويه الحاله. كمان بدي ارمز. وانا بقى بلا ما ارمز هلا، روح روح اقعد جنب منها وابدا الحوار. يلا يلا. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. اوكي حسون، دقيقة، قديش صار لك بمأوى العجزة يا خالي؟ استوب استوب. لك شو مأوى عجزة؟ ما مأوى عجزة؟ منين جبت هالأسئلة يا أخي؟ فرجيني لشوف. هي يا حبيبي عليك، ولك هالأسئلة هي أسئلة أم محمد يلي بدنا نعمل معها ريبورتاج بمأوى العجزة. وين أسئلة أم جميل؟ والله يا أستاذ يمكن نسيناها بالمكتب. هي يا حبيبي عليك شو ذكي. وشو بدنا نساوي هلا؟ شو بدك تسألها؟ خلص برتجل لي كم سؤال. ارتجل لشوف. يا الله. كم حين من الدهر انصرم عليك يا خالة وأنت قابعة هنا هكذا؟ استوب استوب. لك يا أخي احكي بالعامية هلا وبلا فصاحة. اوكي استاذ. شو حسون؟ جاهز؟ قديش صار لك ملحوشة لحش هون بالطريق يا خالي؟ من على بكرة الصبح. هل تشعرين بالإحباط وأنت جاثمة هنا على قارعة الطريق والذاهب والآتي ينظرون إليك شذرا؟ استوب استوب. ولك يا أخي حكيها بالعامية، رجعنا للفصحى المعدة تبعك. اوكي استاذ حاضر. شو حسون؟ عم تصور؟ طيب يا خالي، شو مشاعرك وانت هون قاعدة على الطريق مع الغراض والرايح والجاي عم يتفرج عليكي؟ الله لا يدوق هالشغلة إلا لعدويناك. طيب، هل تستطيعين التحدث عن جذور مشكلتك؟ ما فهمت عليك يا ابني. لك شو جذور ما جذور؟ غير السؤال تبعك. طيب يا خالي، هلا انت ليش بالشارع وبدون مأوى؟ لك يا ابني صار 100 واحد سألني هالسؤال، شو قصتكم انتو؟ ستوب ستوب حسون. شو استاذ نكمل؟ لك كمل حبيبي كمل، منشيلها بالمونتاج. يا خالي جاوبي مثل ما جاوبتي اللي قبله، يلا بسرعه اذا بتريدي. طيب يا خالي، فينا نعرف ليش هلا انت بالشارع مع حفيدك؟ لانه ما معي 3000 ليره ادفعهم اجره الغرفه، فهمتوا ليش؟ مو معقول مو معقول بنوب، مشان 3000 ليره تتشرد اسره كامله؟ انا ماني مصدق، او بالاحرى ما بدي صدق. على كل أعزائي المشاهدين، هذا هو الواقع، ولا أملك إلا كلمة أخ أخ. عندما تستبد بالقلوب المشاعر الخبيثة، أخ من الإنسان أخ. حلوة كثير كلمة أخ، حتى نختم فيها الحلقة كثير حلوة. لحتى بتعرف أستاذ، بس أنت أعطيني فرصة أشوف شو بصير.
جميل لساتها برا شي؟ ما بعرف لساتها شو بيعرفني؟ طيب أكلوا؟ ما بعرف. الله يوفقك يا أمي، معلش أخطي، خدي لهم شي لأني خليهم يأكلوها. لك ابني شو بدك فيهم؟ الجماعة لا بيقربونا ولا بينسبونا، استأجروا عنا شهرين زمان وكل واحد راح بحال سبيله. بس والله يا أمي ما كان لازم نطلعهم من الأوضة، نحن غلطنا بحقهم كتير. وليش يا ابني حتى ما نطالعهم؟ كمان نحن بدنا نعيش. خلص ولا يهمك، أنا بحكي مع أبو صبري دبرنا مستأجرين غيرهم وبشارتهم يدفعوا لي شهرين لقدام. طيب معلش أمي، الله يوفقك، خدي لهم لقمتين خليهم ياكلوهم، بيكونوا جاعوا خطي حرام. جوعاني. الله يرضى عليك، كيف مالك جوعاني؟ كلي لك لقمة. انت شو بهمك اذا اكلت ولا ما اكلت؟ رميتيني انا وهالصغير مثل الكلاب بالطريق. لا تاخذيني يا ام جميل، والله مو بايدي، بس الحياة صايرة صعبة، صعبة كتير، واللقمة مرة. والله العظيم طلعتك من البيت غصب عني. قومي لقلك معي. لوين؟ على اوضتك. والاجرة؟ بس الله يفرجها عليكي بتبقي تدفعي لي. كتر خيرك يا ام رشيد، كتر خيرك يا حبيبتي انتي، الله يوفقك ويوفق لك ابنك رشيد يا حبيبتي.